اسمي سعدان زيك الامتحان سوا والو ماشي سورقت الشيخ يصر ربي يصر ربي يرمي ديوضا سعدين ليكزاما يلا سعدين يون يون يبرد يون الناس انيت غادي زيك ذا والك ديني ضا والك كيصنف سقراط ناس هل تعرف فلان الناس لا اعرفه مروه ليتكلم انت سكذي في ذوال اف ذوال الناس دايم عرفته اسمح هكا والمتنبي قال كرم تجلى في كلامك ماثلا ويظهر عتق الخيل من اصواتها وكذلك زهير بن ابي سلمى ايضا في معلقته اشار الى هذا يعني العقل الله يبارك يعني الخير ذي والحقيقه ذي الحقيقه وان تعددت وتعدد الصواب وتتعدد الحقائق ولكن مدركات العقول مدركات العقول الحمد لله تتشابه سلفا وخلفا في القديم والحديث الشيخ اي ناس يتداول ينتقي ولزات الشيخيس إن يا ربي ثهضو ظولي وارطار ذي وفق جعل ذي ريمي وذي الفطان أن ديد ذي سوق ثبور ثميل ديت وحنين ورزمين حدا سيغلق الشيخ يسمى يا ساوة فغلظو يا الشيخ عند غلظة عجبة ذا وليلها إن يا سقرنا رمدن جعل ذي ريمي وذي الفطان أن ديد ذي سوق سي نورمال ونسعنا ذي ريمي ذي سوق بفغوري سوقا سووال سوق سووال إذا غير اكتفي في بدلس إني صار بثه ظولي وأرطع ذي وفق جعل ولي وظل فطا أن ديد ذي سوق ثبوت من ذي سوحي ويزمع ذي سيغلق رضي الله مثلاك باش الدينير يحدد البوال سعدين أول ذي الميزان